نقادة المدينة العظيمة ذات التاريخ الكبير، فاسم نقادة مأخوذ من كلمة هيروغليفية وقبطية تنطق في اللهجة القبطية القديمة ناي قادة، واللهجة القبطية المعاصرة ني كاتي، التي تعني الفهم أو المعرفة أو الذكاء، وبالعامية الصعيدية نجادة. نقادة من البلاد التي امتلكت حضارة قديمة ما قبل الأسرات من سنة 4400 إلى سنة 3000 قبل الميلاد، فقامت بها ثلاث حضارات ما قبل التاريخ، تدرس في كليات الآثار لأهميتها في بناء التاريخ المصري القديم. ولها أيضا تاريخا مسيحيا خالدا، فقد سميت المدينة المقدسة وكانت إيبرشية مستقلة حتى القرن السابع عشر الميلادي، ثم عادت عام 1991 في شكل إيبرشية نقادة وقوس. تمتلئ نقادة بالأديرة التي تنتشر على مساحة 15 كيلو متر بجبل برية الأساس، وهي ثاني برية كبيرة بمصر بعد برية شهيد، فقد تمتلئ بالكثير من الأديرة العريقة التي كان عددها كثيرا جدا، اندثرت معظمها وبقي سبعة أديرة تابعة لها، وأخرجت هذه البرية الكبيرة أباء قديسين عظام أمثال الأنبا إيليا والأنبا هدرا الذي عاش وسط الوحوش، والأنبا بطرس الكبير، والأنبا هوب، والأنبا بولس الدنفيقي، والأنبا صموئيل رئيس دير القزاز الشهير بنقادة، وأشهرهم الأنبا اندراس أبو الليف الذي عاش وترهب ببرية الأساس شرق دير الصليب وتنيح ودفن بها. أخرجت هذه البرية قديس عظيم تتلمز على يده الكثيرين، هو الأنبا بسنتاؤس اللابس الروح أسقف مدينة قفر، عاش بحياة صالحة راعيا شعبه، وأجرت على يديه العديد من المعجزات، وتنيح ودفن بديره بحاجر صوص والذي يحمل اسمه، وكان مكان جسده تحت المسبح الرئيسي بالكنيسة الأثرية، ولكن غير مكتشف حتى سمحت العناية الإلهية، وعلى يد صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بيمن مطران قوس ونقادة، وأثناء أعمال الترميم بالدير تم ظهور جسده المقدس، فقام نيافته بإكرام جسده ووضعه بمقصورة داخل كنيسة الدير، ويعيد له سنويا بنهضة روحية مهيبة. وبنقادة وقوس العديد من الكنائس أعرقها وأقدمها بمدينة نقادة كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل بنقادة، كنيسة الست كما كان يطلق عليها المؤرخون، تأسست عام 1417 ميلادية في عهد البابا غبريال الخامس البابا 88، كما كانت مقرا للعديد من الأساقفة، وتباركت بزيارة العديد من الآباء البطاركة مثل البابا يؤنس الثاني عشر، وهو من مواليد نقادة وأبا للكنيسة وأحد شمامستها. وعندما سيم نيافة الحبر الجليل الأنبا بيمن أسقفا على الإيبرشية، شملت الإيبرشية بنهضة عمرانية واسعة جدا، مبتدئا بالكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة الجليل ميخائيل، فأعاد ترميمها وتوسيعها وتدشين كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بجوارها في عام 2003. كاتدرائية الشهيدة دميانا بنقادة تأسست عام 1902 على يد المتنيح القمص يوحنا استفانوس بدار، وتم تدشينها عام 1907 في عهد قداسة البابا كيرولس الخامس البابا 112، والذي زارها قداسته عام 1904 و 1909، ثم تم تجديدها على يد العديد من الآباء الأساقفة. فجاءتها نهضة العمران لتشملها، فتضاعفت مساحتها أضعافا، وبنيت قصرا جديدا يليق ببنت الوالي وبشعب إبراشيت نقادة، شاهدة على عظمة ومحبة وقوة أسقفها وراعيها، فأصبحت بهجة للعين الناظرة إليها، وقد صلى نيافته بها
أول قداس في كنيستها الرئيسية بعيد الميلاد المجيد هذا العام، وسط فرحة واستقبال مولود المزود من شعب الإيبرشية كله. عند بدء الاحتفالات بأعياد نيروز تذهب عيوننا إلى كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس بنقادة، حيث تأسست كمبنى خشبي على يد المتنيح القمص حزقيال يعقوب عام 1954. وفي يناير عام 1974 صدر قرار جمهوري من الرئيس السادات ببنائها، وعندما اكتملت أعمال البناء دشنها مثلث الرحمات نيافة الأنبا مكاريوس أسقف قنا ونقادة وقوس ودشنة والبحر الأحمر في عيد النيروز عام 1986، وعند رسامة الأنبابي من أسقفا في عام 1991 تم تجليسه بها وأصبحت مقرا للمطرانية. أول الأعمال بها على يد مهندسها ومهندس القلوب كانت بتعلية سور الكنيسة وتخطيطه بالحجر الفرعوني عام 2018، ثم بدأ أعمال الحفر والترميم بجسم ومبنى الكنيسة عام 2021، ونقلت الصلاة بقاعة خدمات كنيسة ماري جرجس والموجودين بها حاليا، وهي من أجمل أعمال نيافته بالإبرشية بتضامن مجهود شعبها وخدامها، فيوجد بها كنيسة من الجهة الشرقية باسم الشهيد العظيم ماري جرجس، ومسبح للقديس البابا كيرلس السادس والقديس الشماس حبيب جرجس، ونادي اجتماعي وثقافي الذين نحن موجودين به الآن، وساعدت القاعة بشكل كبير الكثير من الخدمات مثل خدمة ابتدائي وإعدادي وثانوي، وقدمت متنفسا جميلا وخصوصا للشباب وخدمتهم. كاتدرائية الشهيد استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء بقوس، هي أقدم كنائس قوس والإبراشية على الإطلاق، تأسست عام 1205 ميلادية، وهي الكنيسة الوحيدة الباقية بمدينة قوس من 13 بيعة هدمت جميعا. وأعيد أعمار الكنيسة مرات عديدة، وخاصة بعد محاولات الهدم واستشهاد عدد كبير من أبناء قوس بها. تحولت على يد صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بيمن إلى صرح معماري كبير بمساحة شاسعة بما يزيد عن 10 أضعاف مساحتها القديمة في عهد المتنيح البابا شنودة الثالث، وأعيد تدشينها بيد صاحب القداسة البابا تودروس الثاني في عام 2016.